لو قلت لك سيلفي هتاخديه الساعة 12 ليلة رأس السنة، تختاري شخص واحد يكون معاكي في السيلفي ده؟ اختار لو واحد بس ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يا ام المطهر، عندي احساس ان في يوم من الايام حكون داعيه، ما تسالنيش ليش. في يوم من الايام هتبقي داعيه ان شاء الله، داعيه اسلاميه يعني. طب واثقة من نفسيها، مش واخد بالك؟ في شي ما في فارق شنطتك ابدا. شو هو؟ المصحف. صباح الخير يا طهرة، صباح الخير يا عفيفة. انا اهم شي اخلاقي، وين ما حطيتني باي مكان بالعالم ما بيحكوا الا باخلاقي. نعم يا اختي. القرآن الكريم بيقولوا اللهم لا شماتة. يا سلام على التقوى. كلمت ربنا قلت له يا ربي في حاجات من اللي الأنبياء بيقولوها انا مش مقتنع بيها. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ صلوا على سيدنا النبي، صلوا عليه. هيعيط من الايمان والتقوى. انا ما عنديش معاصي منه. لا انا ما عنديش معاصي. لا انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله. انطبق على الراقصة لو خارجة من بيتها رايحة عملها وماتت في عملها، لو خارجة في النية ان هي قصدها لجلب الرزق وماتت شهيدة. لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم، أمون لن يغفر لكم أبداً.